بسم الله الرحمن الرحيم. الاول باسم اسلام عبد الرحمن عبد القادر كليه التربيه الرياضيه. هو بص يوم 28/4/2017 اثناء ما كنت في عندنا في الارض في الجبل حصلت حادث ليا بسيط يوم الجمعه. حادث في الدراسه الزراعيه، يعني حادث اشتباك بين الزراعي مع السير بتاع الدراسه، فحصل بتر. وبالاضافه يعني كان في شويه حاجات كده فقدان في الذاكره ونزيف داخلي، فالحمد لله يعني ودوني المستشفى وعمل اسعافات اوليه وبعدين كده رحت الجامعه. وهو لازم يعني الحمد لله الجامعه بعد كده والكليه، وخاصه انها كليه عمليه، تعاملت معاك ازاي؟ هو اولا يعني القانون بتاع الجامعه واللائحه ما تنصش ان انا اكمل في الكليه. فمبدئيا هم يعني عملوا لي مجلس جامعه، طبعا تم الموافقه عليه ان انا اكمل، بس بعد ما يعني في تحدي بيني وبعت لهم فيديوهات سباحه والعاب قوه وكده ان انا هقدر اكمل وكده. فالحمد لله برضو يعني تم الموافقه من قبل رئيس الجامعه ومن قبل الاداره ومن قبل العميد، والحمد لله وكملت. يعني انت ورغم الاعاقه الى ان انت بتمارس رياضه السباحه؟ الحمد لله بمارس سباحه وبمارس العاب قوه بجميع يعني الوثبات، وثب طويل وثب ثلاثي وعدو 100 متر وعدو 400 متر ورمح، رمي الرمح وقذف قرص والجله، الحمد لله. ويعني بحقق وبتشارك في بطولات وكده؟ وبشارك في بطولات بتابع منتخبات الجامعه واسبوع شباب الجامعات، والحمد لله بحصل على مراكز برضه. تمام. ايه اللي قدمته لك الجامعه بعد الاصابه؟ الحمد لله يعني الجامعه برضه يعني الدكتور احمد عزيز بس الجامعه يعني كان برضه كنت محتاج الطرف التعويضي برضه، فقدمت له طلب والحمد لله يعني الدكتور احمد ما تاخرش معايا وقال لي احسن حاجه احسن جهاز. الطرف التعويضي موجود في الايد الشمال ولا الايد اليمين؟ لا في الايد اليمين. يعني هو احدث حاجه بتنزله يعني الجامعه، يعني الطرف ده يعني بيتحرك اوتوماتيك. بس معلش يعني هو حاليا دلوقتي البطاريه فصلت فمش هيقدر مش هيشتغل بيه، بس هو بيشتغل عباره عن بطاريه بيفتح الكفه ويضم، ده افضل حاجه بتنزل مبلغ يعني. وده شيء اسعدك ان الجامعه تهتم بيك وانها تقدم لك خدمه؟ الحمد لله. وان هي تسيبك تستمر كمان في المكان والكليه اللي انت بتحبها؟ تسهيلات من قبل الجامعه كتير يعني بصراحه، يعني بالنسبه للمصاريف الكتب والمصاريف الدراسيه والكلام ده كله الدكتور احمد يعني عاملين اعفاء من كل الحاجات دي، اعفاء من المواصلات من الجامعه لحد الجامعه الجديده. تسهيلات كتيرة والله من قبل الدكتور أحمد عزيز، يعني ربنا يبارك فيه، حاجات كتير الصراحة الحمد لله. في مواقف تانية بقى قابلتك في حياتك في بعيدا عن يعني ده موقف جميل جدا، يعني أنا فعلا يعني أول ما بفتكره بفرح جدا. أنا كنت وأنا واحد من أنا وابن خالتي معديين على طريق الغردقة من زعفران الغردقة كده، فقابلتنا حتة جميلة جدا فقلنا ننزل شوية. فانا دايما طول ما انا بسافر على الخط كده ببقى معايا النضاره بتاعتي والمايوه، فقلنا ننزل نقعد شويه. يعني الحمد لله نزلنا كده وقعدت اعوم، فكان في يخت معدي يخت سياحي، فطبعا شافوني كده انا بعوم بالطريقه دي وبستايل جميل حاجه عظيمه ومع يعني حاجه كويسه، فسالوني ازاي انت بتعوم كده وبتاع، قلت لهم لا انا طالب بكليه التربيه دي، يعني قبل الحادث كنت سباح ماهر برضه، وبعد الحادث برضه اتدربت كده لحد ما وصلت المستوى برضه كويس ان انا اقدر اتعلم واتعود ان انا اعوم بايد واحده. وناس كتيره بتستغرب لما بتشوفني ايه ازاي انت بتعوم كده، ازاي كل ما يعني كل كده كل ما حد يشوفني بعوم انت جميل فعلا، يعني انت ما تمسكش نفسك بتديني تحفيزات. فالمهم الفوج السياحي ده قاعد يتكلم معايا ويديني تشجيع، بيقول لي انت واحنا ما كناش متوقعين ان احنا في مره ممكن نشوف حد كده، يعني ممكن نشوف واحد رجله ما يعني معلش فيها اعاقه بسيطه مش عارف ليه. لكن انت كمان في مكان خطر وداخل الميه وفي نفس الوقت وفي على عمق في على مسافه كبيره جوه، يعني برضو حاجه مشرفه برضو، احنا ما كناش نتوقع ان نشوف حاجه كده زي كده في مصر، فبرضو حاجه جميله ودي موقف بيفرحني جدا. الاستاد بتاع سوهاج كان في مدرب سباحه، انا كنت شغال اطوال، كنت انا بروح اتدرب بسخن ب 10 اطوال طول خمسينات 500 كيلو يعني 500 متر، فهو بيشوفني بيقول لي بالراحه يا كابتن انت رجليك سريعه جدا. قلت
قلت له يا كابتن انا بس بحاول ازودها عشان عندي بطوله. قال له قلت له بس دلوقتي لا غيرتها هشتغل وسط يعني وسط دولفين. راح قال لي طب ثانيه طب اوريك وسط الدولفين. راح عمل وسط الدولفين كده قال لي يعني مش كويس. قلت له لا انا بتعلم اندر ووتر. فنزلت رحت عملت لبه الوسط دي او الحركه دي لا تحت اندر ووتر. هو استغرب ليه سمكه بتجري. يقول لي لا خلاص انت كده انا اسف كنتش احسبك انك انت كده بصراحه يعني انا قلت يعني اظبط لك شويه حاجات. قلت له شكرا هو يعني برضه اتاسف. قلت له عادي مش مشكله يعني احنا بنتعلم من بعض. ده موقف تاني برضه رساله بس بعد حابب اقدمها للشباب اللي زي او لاي حد يحصل له اي اعاقه او حاجه تحصل له يعني ما توقفش حياتك على حاجات بسيطه. دي حاجات بسيطه جدا دي ممكن تبقى نعمه ربعتها لك ربنا توصلك لحاجه انت اصلا ما كنتش متخيلها. يعني انا برضو يعني الحمد لله كنت يعني سباح برضو ماهر بس قبل الحادثه. بس بعد الحادثه برضو يعني في ناس معلش الكلمه قالت لي احنا هندخلك في نادي وكده وكام كده وهو ما عملليش اي حاجه خالص. بس انا الحمد لله وبرضه بتحديه وباصراري وصلت لمرحله الحمد لله. ما هو اصلا اللي كان هيقدم لي المساعده دي ما كانش هيوصلني للمرحله دي والحمد لله. وتحديت نفسي يعني اول اسبوع نزلت في الجامعه بعد الحادث الحمد لله شاركت في اول بطوله وحصلت على افضل مركز وتم تكريمي من قبل رئيس الجامعه والحمد لله. يعني ما تيأسش انت اللي انت كده اللي توقف حياتك. لا انت المفروض تكمل. ايه اهم المواقف اللي انت قابلتها في دراستك؟ مواقف في الدراسه يعني في مواقف مثلا يعني في مواقف كوميدي يعني كوميدي او يعني كوميدي ومش كوميدي شويه. يعني كنت اثناء بامتحن الامتحانات اخر السنه كان معايا مرافق فانا كنت لسه بتعلم يعني مش سريع في الكتابه اكيد مرافق محتاج. فالمرافق ده يعني فضل التليفون يرن ده حاجه غلط اصلا. انا قلت ممكن يكون عايزين في البيت ولا حاجه ضروريه وبيرد 5 دقايق. لا هو فضل يتكلم في حاجات بصراحه يعني. الموقف ده فكرك بايه بقى؟ فكرني بحاجه في فيلم بتاع ما كانش حاجه لما بيقول له لما كرم بيقول لي عنده تليفون رن بيقول له انت فين؟ قال له خيطت الجلاليب لما كان عند الضابط في الليل. بيقول له حياتي الجلاليب عجبك الخياط دفعت كام؟ قال له دفعت 30 جنيه لا ده نصاب كسر له الدكان وقعد مع الضابط. فحاجه مضحكه في يعني هو قاعد يتكلم معايا يقول له الغاز وابعت لك الراجل والكلام ده. ده مش كلام ينفع يتكلم في لجنه مش حاجه ضروريه تمام.